هلو حبيبي كرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كريستيانو تغزوني شوي هيك مريض رايح، يعني راح تكون يوم المقدمه خفيفه لطيفه معنا. بس لك ركز معك وانا فتحت اللعبه حبيبي مثل ما انتم شايفين. بس اول شيء قبل كل شيء صراحه هذا السكين الجولد احسن سكين الجولد نزل باللعبه هي بالنسبه. اول شيء شباب، ثاني شيء شباب، دخلت على الملعب، دخلت على الخزنه شباب. بتعرفوا انا دائما بدخل على الخزنه اشوف شو ما في. دخلت على الخزنه من شباب، شفت لكم هذا السكين، طولوا بالكم معي، شفت لكم هذا السكين معي. قلت لحالي هذا من وين طلع؟ قلت لحالي هذا من وين طلع يا جماعه؟ طبعا شو هذا السكين تبع السنه الخامسه اعتقد لفري فاير، شفتوا بالمقدمه وكل اماكن موجود هذا السكين معي. عدد شيء باللوز حبيبي كرام، بس لك طولوا بالكم، خلي السكين على رواق يا اساطير، اكسبوا صراحه النبي الله يسعد ليكم. لا تنسوا باللايكات، بس هون شاف في عندنا عجله، كان في حدث نازل وانا ما قدرت يعني اصور امبارح لهيك حبايبي. خلينا نشوف حظنا معلم، نعمل لف اقول لي لف ثلاث تخفيطات. اوكي خلينا نفوت العدد شباب، بعدين نروح نشوف هذاك السكين باللوز نجربه. اوكي قول لي اعطانا تخفيضات معلم. اوكي هون يا معلم عندنا اكثر من تخفيض، تمام. تغطي رسوم متحركة، نحاول نجيب السكين يا برو. اوكي 19 حبيبي والله، تمام. اوكي يعني راح التخفيض لهذا معلم. اوكي شوف حظنا شباب، انا بعرف يا جماعة الحظ حيكون غير معلم. نشوف بيطلع لنا السكين ولا شلون. ايام برو والله يا جماعة انا بعرف يعني. اي طلعت لي الثلجي، قولي كفو طلعت الثلجي يا جماعة والله باللوس. اوكي ممكن يطلع لنا سكين قبل ما ياخذ لفه وال... يا زلمه فكرنا راح يطلع لنا سكين شباب يعني. اوكي اصبر شوي. طبعا هون معلم باقي يمكن اخر لفه، هي راح نعمل توفير. اوكي يعني عملنا اللفه الاخيره شباب، يعني طلعتنا هذا السكين حلو. ندخل على السكين شوف شكل هذا السكين كمان بنفس الوقت حبايبي. ويلي ويلي اصبر شوف. هذا قول لي حزمة العظام الحارق باللوز نفس الوقت شباب. صار عندنا الثلجي، خلينا نشوف الثلجي كمان. ثلجي وين الثلجي معلم؟ وين راح الثلجي؟ وين الثلجي يا جماعة؟ أين هي الثلجي يا أخوان؟ أين أنت يا ثلجتي؟ هي قول لي ثلجي الحارق معلم. نعمل ثلجي نجرب بعد شوي كمان، نجرب هذا السكين. السكين اللي جبناه شباب لوس بس، ولكن شباب متحمس كثير نجرب هذا السكين معلم. هذا سكين شكله باللوس. اوكي خلينا نجرب هذا السكين معلم اول شيء على رواق. فوزي شوف هالشعرات، شوف وضع معلم باللعب صراحه. يعني انا لازم اجرب يا جماعه. اوكي عن هذا السكين الساموراي ولا ما اعرف شو شعراته الحمر معلم حبيب والله جيب تمام. شوف حبايبي شوف الثلج شباب نفس الوقت. دايم برو والله شوية تغزون يعني. يا اخي ليش ما جبت سلاح؟ لازم نجيب سلاح يا برو، لازم نجيب سلاح شباب، نبربر هذول على الصبحيات. كل شوي ناخذ هذا تبصون معلم، مو بيزون ولا تبصون ولا حبيبي والله. تعالوا يا برو نشوف. تنين الاسطوره حلو. بعد برجي باللوس وين على البربرة هنا معلم، حاطط الدور على الجسم. بوم 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 حبيبي والله. تعالوا يلا حبيبي يلا حبيبي والله. يلا شباب روح ندخل نشوف ذاك السكين معلم. السكين شوف شكله معلم، صاهر فيه كثير من الافكت حبيبي والله. يا سلام عليك يا برو، هات ندخل شوف نعمل فتح، نعمل له تزويد. قول لي على الخزنه شوف الافكت اللي عنده معلم. اوكي اجينا هون. اوكي اول شيء شباب نقدر يخفي الحقيبه، تمام حلو. الالكتروني العلوي دعوه عوننا القص، يطلق تاثير خاص بعد الجري والمستمر او اسقاط العدو او تبديل الاسلحه، يخفي السترات الواقيه. حلو. ندخل نجرب شباب، ندخل نجرب بس ما علينا ندخل لعب برانكت يا اخي. رانكت شو منعصب على شباب غير ندخل نجيب على الرباق كلاسيك شباب، من غير شو تعبان واقف حالي يا اخوان. اوكي خلي يجي لهون نعطيهم هاي شو بالداخل شباب، اشوف شو بالداخل معنا، شو بيطلع لهم. قول لي شو كان هديه، شو بيطلع لهم؟ جولد وخريطه وجيوب وعرفني. ما في جولد، ما في جواير. قول لي ما في جواير، قول لي شو فيهم؟ ما طلع جيوب صندوق. الله اعلم شباب كثير شوارد ضرب شغال كل الاطراف. قول لي
اوكي نشوف حظنا معلم على الصبيات شلون المعلم مصحصحين ولا شلون. والله يا جماعه كثير بحب الخريطه يا جماعه برمودا متطوره بلوز. شوف الايفكت هذا السكين هذا اوكي والو بصراحه فكرت السكين كبير بس ولكن يعني ماشي حاله. قول لي تعال بيبي تعال تعال يا برو قول لي تعال نقعد هون اروح قول لي شو شو نطوة اللاعب يا لم طلعت له مثل حركة هيك نطوة صراحة افكتو باللوس واحد فوق باش راح قدير يا واحد هلو بيبي وين ما يموت وين ما يموت يا اخي الله يا جماعة معلم حبيب والله تعالوا تعالوا ايش راجع لك نط شكله نط معلم وينك يجي يا صاحبي يجي وين راح هذا ويلي ايه يا امبرو قول في اتنين ورايا الله تريبل كيل يا اخو مش عم يعمل دول عشان في افكت حلو يعملوا تقفز وتنطوط جيب اللوز المشوي على المشوي شباب بيعطي مثل هيك افكت لما تمشي هيك بيعطي مثل هيك الوان من ورا صراحه شيء مرتب حلو ماشي مين هذا؟ والله فكرته حشيشي يا جماعه فكرته حشيشي يا اخوان والله يا جماعه ما بقدر بتكلم يا جماعه اعتقد انه شفت واحد من هون هذا هو شايفين الافكت شباب شيء ما حلوه باللوس هاي صاحبي قول لي وين رايح معلم؟ وين رايح يا برو؟ نحاول نضرب نفلش بعد شوي كيل تمام والله شباب هي قصة كوادر كيل ما كوادر كيل شيء تمام التمام حلو وين لاعبين باقي معلم وين مسكين هذا بود حبيبي والله دومينيتينغ نايس 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 وين في زبون بعد معلم يا ما يموت اخونا يا جماعه عايز موت وال وش ابرو وش ابرو تعالوا يلا معلم يا اقتلك يا تقتلني يلا روح راح يعمل فايتات الله اعلم مع مين هذا هون هذا تعال يا بعد كلمة تعال السلام عليكم علقت اللعب بلوك ماوس بالله يا جماعة صار معي بلوك ماوس لازم حبايبنا نروح نشوفنا شفنا شيء نشتري لوت ما لوت اوكي نشتري هالدرع هالخوزة شو كمان نشتري هاي كمان نشتري سكوب 4 نطور لينكو 5 4 باللوز وين راح سكوب 4 معلم وين راح سكوب 4 انا اشتريت سكوب 4 ولا والله ما اعرف اشتريت لا والله ما اعرف اشتريت ولا ما اشتريت والله معلم ما اعرف يا جماعة غادي ادخل نكمل نشوف الدروب حبايبي وش كان في الدروب اسمه نشوف اوه كروزة معلم تمام تمام يا جماعة وين الناس يا جماعة دول وين 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 هالعشرة الباقيين وينهم؟ تعال ويناتهم يا بروز قول لي شوف البروز كمان معلم يا اخي يا جماعة والله عندي البروب عندي ما بدي يتلوث كمان جوزة باللوس بس وين الباقي الناس يا اخي؟ قول لي باقينا يا جماعة شفنا واحد بالخريطة هات لنشوف يا اخي تعال تعال اخوي تعال 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 والله معلم مشتغلك كثير وبدور عليك من فترة طويلة هلا هلا بالزين هلا هلا
وين معلم حط ثلجه. طبعا شباب في ميزه الثلج الجديده شباب مين كان عم يستخدمها؟ في ميزه جديده شباب الثلج انك تحط ثلج بسرعه. هلا بحب معلم وينك يا صاحبي وينك؟ بحس عليك رامبيج دوري هو عند الانفورم معلم ماكس لازم ناخذه معلم. هذا مزبط وضعه على خير. بدي اروح اجيب شوف الدروب اخونا. هات شوف شوف الدروب معلم. والو سحبوا 100 تلقه. والو اين اصحابك؟ قول الصراحه وينهم. يلا شوف معه هذا معلم. قولي ناخذ هي. رقم شباب حبايبنا بالاضافات اللي نزلت باللعبه يعني ال 100 كيت اللي تعمر في ضربه واحده والثلج السريع وهالتحديث الجديد. شو رايكم شباب؟ تقييمكم قولوا لنا تقييمكم بالتعليقات حبايبنا للتحديث الجديد يا اساطير. قول لي اي واحد. وصاحبي اخويا طب يورا الثلج هذا ولا شلون؟ تعال يا برو تعال. ولا ده ولا ولا عبي عبي تخبي كان لما اختلقه. تعال او تعال شعب يعمل هدول. طب شعب يعمل هدول يا الله. ابي قولي والله جاب عم نجد بوتات مع الصباح معلم. بشكل الوقت كثير بكير الاساطير شكلهم نايمين حبيبي. والله وين اصحابك يا ولد؟ لا هذا معناه هذا شكله بيلعب عليه اخونا. هذا شكله مصحصح. وال شواني شوي يا جماعه انا الغلط مني شباب ما استخدمت فشغلت يعني ما عبيت دمي على روك. رحت هيك على روك بعد شو على روك حبيبي. والله سو حبيبي كريم الله يسعد ليكم. هيك بكون تم مقطعنا اليوم. ان شاء الله استمتعتوا معنا. لا تنسوا شباب في عروض موجوده بالشوب تو جيم. كل ما عليكم حبايبنا مثل ما شرحت لكم بالمقاطع اللي فاتت شباب تحطوا الاي دي تدخلوا على شوب تو جيم عن طريق رابط تحت بالوصف. تحطوا الاي دي تاعكم وتربطوا حسابكم لازم تربطوا حسابكم عن طريق السوشيال ميديا. اوكي حبايبنا بتربط حسابك من هون وبتدخل على احداث بتلف الحظ مثل ما انت شايف بالمقطع الموجود وراي. اوكي حبايبي وبعدين عندكم كثير من الاحداث متواجده بتختار طريقه الشحن اللي تختارها وفي سكنات في سكن في شحن اضافي في كثير من الامور متواجده حبايبي الكرام. مثل ما انتم شايفين عنه بالمقطع هذا حصل على 400 جوهره اوكي وفي يعني كثير من الاضافات المتواجده حبايبنا اللي بيهتم للامر مثل الليفل اب وكثير من العروض الموجوده حبايبنا. ادعيكم تشاهدون حبايبي. سو هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم شباب. جمعه مبارك عليكم. لا تنسوني شباب شوي تعبان المقطع كان هيك شوي هيك مو كثير اكشن مثل قبل يعني شوي مريض. ما صح رجع لكم رجعوية.